تعرف كعب الأحبار؟ كعب الأحبار بيقول إن في كتاب الله جل وعلا 7 آيات: ما همني شيء حتى ولو خرت علي السماوات وانقلبت علي الأراضين لنجوت بإذن الله جل وعلا ببركة هذه 7 آيات. تقال 7 آيات دولت إن هم 7 آيات المنجيات. وعايزك يا أخي الكريم في كل محنة وفي كل كرب إنك أنت تستعين بالله جل وعلا وحتعمل الورد اللي أنا حوله لك ده. تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى حينجيك من أعدائك، ثم بعد ذلك لو بتعاني من كروبات أو إن الحياة عندك فيها تعطيل أو إن الرزق والتجارة بتاعتك متوقفة وحياتك كلها متعسرة، أبشر فإن الله عز وجل سيجعل لك من كل الهموم ومن كل الكروبات مخارج بإذن الله جل وعلا. واعلم أن القرآن الكريم كما قال العلماء أعظم ما يتدوى به عباد الله جل وعلا، وأعظم ما يتقربون به إلى الله جل وعلا، فإن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على جميع مخلوقاته فسبحانه جل وعلا. ونعرف أن سبحان الله القرآن هو كلام الله جل وعلا، فأنت تقرب لله بهذه الآيات. الآية الأولى، وقبل ما أقول لك الورد، عايزك أنك أنت تتوضأ ثم تحسن الوضوء، ثم بعد ذلك تسبح الله عز وجل 10 مرات، وتحمد الله عز وجل 10 مرات، وتكبر الله عز وجل 10 مرات. وفي كده احنا بنقتضي بأم سليم حينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلت على النبي، قالت له: يا رسول الله دلني على دعوة إذا دعوت الله عز وجل بها استجاب الله عز وجل لدعائي ورفع عني ما أنا فيه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تدعي الله عز وجل فسبحيه 10 واحمديه 10 وكبريه 10، يقول الله عز وجل لك نعم نعم نعم. وإذا قال لك الكريم جل وعلا نعم فدعوتك استجابت، وكل شيء بتسعى لي ربنا سبحانه وتعالى هيحققه إن شاء الرحمن. الآية الأولى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فتعرف إن كل مصيبة حتصيبك هي بإذن الله جل وعلا، ولكن لما تقرأ هذه الآية فكأنك بتفوض أمورك كلها لله جل وعلا، وكأنك بتطلب من الكريم جل وعلا إن يحسن عاقبتك في الأمور كلها، وبتطلب من الله عز وجل أن يفرج عنك جميع المحن وجميع الكربات. فأبشر فإن الله عز وجل سيفرجها عنك، فهو الكريم سبحانه جل وعلا. أما عن الآية الثانية، وعايزك أنك أنت تركز معي فيها: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فكأنك أنت بتقرأ الآية دي تتصور كل ما في السماوات وما في الأرض أن الذي يرزقهم هو الله جل وعلا، وإن كل الدواب اللي في الأرض ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق ليهم، وإن ربنا سبحانه وتعالى حيفتح لك أبواب الرزق وحيفتح لك أبواب الفرج وحيفتح لك أبواب المنعة. فعايزك وانت بتردد هذه الآية 3 مرات تكون متيقن إن العمل اللي انت هتخش فيه ده ربنا سبحانه وتعالى حيوفقك فيه، وإن موضوع الخطوبة اللي انت ذاهب ليه ربنا سبحانه وتعالى حيبارك لك فيه، وإن موضوع الكشف اللي انت رايح هتكشفيه عند الدكتور لتعطيل حمل أو لتأخير إنجاب، إن ربنا سبحانه وتعالى حيصل لك أمور الحمل، وإن شاء الرحمن ترزق بالحمل وترزقي بإنجاب ذرية صالحة. فلازم أنك أنت تردد الآية واللي في نيتك يكون كده. أما عن الآية الثالثة: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أما عن الآية الرابعة: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أما عن الآية الخامسة: قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أما عن الآية السادسة وهي قوله تعالى: وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. والآية السابعة: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عايزك إنك أنت تكرر هذه الآيات وأنت متوضي ومتجه ناحية القبلة، وتكون جالس في مكان ما فيش حد فيه معاك إلا الله جل وعلا، تكون منفرد بالله جل وعلا، وكأنك وانت بتتلو هذه الآيات كأنك جالس أمام الله جل وعلا وتتضرع لله جل وعلا. يقول علي المرتضى عليه رحمة الله أن من قرأ هذه الآيات
أمن من آفات الدنيا وأمن من آفات الآخرة. فكل إنسان بيعاني من مصيبة، من مشكلة، من كرب، من ضيق، ردت هذه الآيات وانت متيقن. وأذكر لي قصة غريبة جدا حصلت معايا أنا شخصيا وقرأت الآية الأخيرة. كنت واجع في قرب من القربات لا يعلم به سوى الله جل وعلا، وأغلقت جميع الأبواب في وجهي، فليس هناك باب إلا طرقته إلا باب الرحمن جل وعلا بعدما قرأت هذه الآية. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ظللت أكرر هذه الآية مرارا وتكرارا، فما مضى شهر وكانت كل الحياة معقدة عقد من كل اتجاه وكل الأبواب مغرقة، إلا إن ربنا سبحانه وتعالى فرج عني ما أنا فيه وما أجده من الكربات. فكل ما عليك يا أخي الكريم أنك أنت تطرق أبواب الرحمن جل وعلا، وتقرأ هذه السبع آيات المنجيات كما أخبرتك، تأمن من آفات الدنيا وتأمن من آفات الآخرة. ولكن تذكر أنك أنت تكون متوضئ وقرأها كل صباح ومساء، واجعلها في أذكار الصباح والمساء، يحميك الله جل وعلا من كل كرب، ويحميك الله عز وجل من كل سوء، وتفتح لك أبواب الخيرات، وتأتيك الأرزاق من حيث لا تحتسب. حتى إذا كنت مكروب وأيا كان الكرب اللي أنت بتمر فيه، ربنا سبحانه وتعالى هيفرج عنك هذا الكرب. ولكن أوصيك إنك أنت تكون من المحافظين على الصلوات المفروضة، لأن الإنسان لما بيحافظ على صلوات المفروضة فهو في معية الله جل وعلا، وإذا كنت في معية الله جل وعلا كان الله معك ودافع الله عز وجل عنك، لأن المؤمن هو من يحافظ على أداء شعائر الله جل وعلا. ولذلك قال الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالمتقي هو من يتوكل على الله عز وجل، وهو من يضع كل الأمور في نواصبها الصحيحة، ولن يضع هذه الأمور في نواصبها الصحيحة إلا إذا كان من المحافظين على الصلوات المفروضة فأوجتها. فحاول أنك أنت تصلي الصلاة فأوجتها، حتى إذا إنك قرأت الورد ده جات معك ثماره ورأيت ده رأي العين. أخبرني يا أخي الكريم في التعليقات، هل كنت بتمر بكرب أو بمحنة أو بضيق مالي أو بمصيبة من مصائب الدنيا وفرج الله عز وجل عنك هذه المصيبة؟ إذن الله عز وجل كريم. ولكن أخبرنا حتى يستفيد كل المتابعين الذين يشاهدوننا الآن من تجربتك، وقل لنا أنت خرجت من هذه المصائب وخرجت من هذه المشاكل إزاي. لو عجبك المقطع ده شاركه لغيرك، فالدال على الخير كفاعله. وما تنساش انك انت تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتفعل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. سبع آيات يقال انهم الآيات المنجيات، يعني معنى صح ما فيش اي انسان مكروب بيسمعني قرأ الآيات ديت وهو يحسن الظن بالله جل وعلا إلا أنجاه الله عز وجل من كل كرب ومن كل كآفة. هذا ما قاله ابن سيرين عليه رحمة الله، قال إن في كتاب الله جل وعلا سبع آيات من قرأهم وهو متيقن بهم أنجاه الله عز وجل من كل آفة ومن كل كرب ومن كل محنة. ولذلك يا أخي الكريم إذا كنت بتعاني من تعطيل في أمور حياتك خاصة في أمور الرزق والتجارة، فكل ما عليك أنك أنت تقرأ السبع آيات دولت كل مساء، ربنا سبحانه وتعالى يسخر ليك من الملائكة من ينجيك ويساعد على قضاء حوائجك. واعلم أن الله عز وجل قريب منك قرب بيمنع الالتصاق، وبعيد عنك بعد بيمنع الافتراق. ولذلك لما أنت تتوكل على الله جل وعلا بقراءة هذه الآيات، ما تنساش أنك أنت تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الأحلام. لكم أطيب تحياتي، أنا أخوكم يوسف أحمد، دمتم في ود في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.